هل آثار المشركين تشرع زيارتها لأجل الاعتبار أو للسياحة فقط؟ لا، سافر لها ما يجوز السفر لها، لكن إذا مررت بها فإنك لك الاعتبار بها والنظر فيها للاعتبار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لما مروا بديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. فإذا مر بها في طريقه ينظر فيها نظر اعتبار، أما أن يسافر إليها ويعمل سياحة لا، ما يجوز هذا. نعم.